نعم بالفعل، يعني ربما مستشفى ناصر في خان يونس هو المستشفى الوحيد الذي يعمل الآن في مدينة خان يونس. هذه المدينة عدد سكانها الأصليين أكثر من 500 ألف فلسطيني، وبها نازحين أكثر من مليون. إذا نحن نتحدث عن أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني يتواجدون في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وهذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمات للجرحى وللمرضى. في حال تم اقتحام هذا المستشفى من قبل قوات الجيش الإسرائيلي فإن الأوضاع ستصبح كارثية، الأوضاع ستصبح مأساوية، لأن أي جريح سيتم إصابته لن يجد مكان يتم علاجه فيه، أي مريض يصاب بأي مرض لن يجد أي مكان يذهب إليه من أجل تلقي العلاج، لأن كافة المرافق الصحية الصغيرة سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس خرجت عن الخدمة قبل العملية البرية العسكرية في مدينة خان يونس منذ بداية الشهر. لذلك هذا هو المستشفى الوحيد الذي ما زال يقدم خدماته، ويقدمها بصورة بطيئة ويقدمها بصعوبة بالغة نظرا لقلة الأدوية والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى تكدس الجرحى داخل أقسام المستشفى والذين يصلون إلى المجمع تباعا نظرا لاستمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوب القطاع. لذلك حال تم اقتحام المستشفى فكما ذكرت ستكون الأوضاع مأساوية، ولن تكون هناك منظومة صحية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وهناك حقيقة خشية من أن يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام هذا المجمع، نظرا لأن منذ عدة أيام وهذا المجمع وهو ومحيطه يتعرض لقصف سواء مدفعي أو جوي، وقبل يعني ربما 10 أيام. يعني هناك حسب المعطيات على الأرض زميلي عامر، هل سيكون قادرا الجيش الإسرائيلي على اقتحام مستشفى ناصر الطبي؟ يعني حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي نستطيع القول بأنه سيطر على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وتقدم إلى وسط البلد وبات على بعد أقل من كيلومتر، أقل يعني نستطيع القول أنه أقل من 2 كيلومترات يبعد عن المستشفى، وهذا المستشفى هو يقع في الجهة الغربية للمدينة. لذلك الجيش الإسرائيلي هو يسيطر على المناطق الشرقية واقترب من وسط البلد ومركز من وسط المدينة ومركزها، وهذه المناطق تعتبر مناطق قتال، وأي شخص يقوم بأسر في هذه المناطق يتم استهدافه. يعني نحن الآن نستطيع القول بأن المنطقة الخطرة تبعد عن مستشفى ناصر فقط كيلو مترات من الناحية الشمالية، ولكن هناك يعني طرق التفافية وطرق ربما من خلالها يتم اقتحامها، يتم اقتحام هذا المستشفى من خلال هذه الطرق، خاصة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الأحياء السكنية التي تقع جنوب المستشفى بضرورة الإخلاء. لذلك هو ربما يحاول أن يتقدم إلى المستشفى من المناطق الجنوبية وهي تعتبر مناطق رخوة وعبارة عن مخيمات ومنازل يعني قديمة متهالكة. ربما يعني إن تم يعني نسأل الله ألا يكون هناك اقتحام للمستشفى، لأن حالة اقتحام المستشفى فإن المجازر والأوضاع ستكون صعبة. لذلك هو يحاول ربما يتم اقتحامه من الناحية الجنوبية للمستشفى. وحقيقة هناك خشية حتى هذه اللحظة، وحتى هذه اللحظة أن عدد من النازحين خرجوا وآخرين يفكرون بالخروج من المستشفى، بالإضافة إلى أن عدد من الزملاء الصحفيين أين يتوجهون عذرا على المقاطعة زميلي عامر، يعني أين يتوجه هؤلاء المرضى هؤلاء النازحين في حال تم الاقتحام؟ وأيضا يعني الآن تذكر بأن هناك أيضا حالات من النزوح حاليا تحدث قبل الاقتحام حتى. يعني بالنسبة للمرضى والجرحى لم يخرج أي مريض حتى هذه اللحظة، والطواقم الطبية ما زالت تواصل عملها، ولكن
المواطنين هنا والنازحون على غرار ما حدث في مستشفيات غزة والشمال والمجازر التي حدثت داخل هذه المستشفيات، بدأوا بالخروج، وحقيقة هناك خرج ولم يعرف أين سيذهب. مدينة رفح الآن لا تستطيع أن تستقبل أي نازح. صباح اليوم الأونروا حذرت من عدد النازحين الذين يتواجدون في مدينة رفح جنوب القطاع. هذه المدينة هي مدينة صغيرة وعدد سكانها قليل، والآن النازحين فيها يعني باتت لا تستطيع أن تستقبل أي نازح جديد، ولكن الآن الجميع يذهب إلى الشاطئ البحر وإلى المناطق القريبة من شاطئ البحر. لك تتخيل نحن الآن في ذروة الشتاء وفي ذروة البرد، والمواطنون يذهبون من أجل أن يكون مكان النزوح ومكان إقامتهم هي شاطئ البحر، لذلك سيعانون من الأمراض، سيعانون من البرد، فلذلك الأوضاع مأساوية وكارثية، والجميع يتمنى ألا يحدث اقتحام لهذا المستشفى. ولكن كما ذكرت المؤشرات والمعطيات على الأرض تقول بأن ربما الجيش يمهد لهذا الاقتحام، خاصة أنه صباح اليوم أعلن عن دخول لواء سابع من أجل القتال في مدينة خان يونس، ولم يتبقى في مدينة خان يونس سوى المناطق الغربية منها. هناك عدد من النازحين تركوا المستشفى، هناك عدد من الزملاء الصحفيين أوقفوا تغطيتهم الإعلامية وخرجوا من المستشفى ولا يريدون الذهاب إلى مدينة رفح، خشية أن يتم اقتحام مدينة رفح بعد مدينة خان يونس. لذلك يعني عدد قليل من الزملاء الصحفيين بقوا في المستشفى، والآخر يفكر في أن يتم إيقاف عمله ولو لأيام محدودة حتى تطيع. لذلك الأوضاع صعبة هنا في مدينة خان يونس، وخاصة في المناطق الغربية وفي محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي لا تبعد سوى يعني أكثر من 700 متر عن مستشفى ناصر الطبي، وهذا المستشفى أيضا بالمناسبة يتعرض للقصف البري والجوي، وعدد كبير من الشهداء ارتقوا في محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه الأوضاع استمرارا لحالة القصف المتواصل على مدينة خان يونس، والذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة. خلال ساعات الليل عدد الشهداء في مدينة خان يونس تجاوز 20 شهيدا، بالإضافة إلى استمرار المجازر. والليلة الماضية كانت من أقسى الليالي وأعنفها التي عاشها سكان القطاع في وسط قطاع غزة، وخاصة في مخيم النصيرات والبريج، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدد من المنازل المهولة. يعني حتى هذه اللحظة وبحسب وزارة الصحة فإن عدد الشهداء الذين وصلوا من مخيم النصيرات والبريج إلى مستشفى شهداء الأقصى تجاوز 30 شهيدا. وحصيلة شهداء الليلة الماضية في كافة محافظات قطاع غزة تجاوز 100 شهيد، خلافا للجثامين الذين ما زالوا تحت الأنقاض. هذا القصف الجوي يرافقه عملية توغل بري في مختلف محافظات قطاع غزة، لعل أبرزها هنا في مدينة خان يونس، حيث أن الاشتباكات ما زالت متواصلة وضارية، خاصة في المناطق الشرقية، لعل أبرزها محور مدينة قرية عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة. بالإضافة إلى كان هناك اشتباكات الليلة الماضية وعنيفة، وسمعناها من هنا من مستشفى ناصر الطبي في بلدة القرارة الواقعة شمال القطاع. حصيلة هذه الاشتباكات الليلة الماضية أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي بحسب ما اعترف الجيش. ونظرا لكثافة وضراوة الاشتباكات، الجيش الإسرائيلي عزز قواته صباح اليوم بلواء سابع، فلذلك الأيام القليلة المقبلة ستكون صعبة على مدينة خان يونس وعلى نعم زميلي عامر، شكرا لك على الإيضاحات ورصد جميع هذه المعلومات. كان معي من خان يونس عامر الفرة مراسل اليوم، شكرا لك.